بقى في عليكم اليوم من بي ماي جيست اليوم ضيفتنا بسيكولوج بسيكاناليست ريما بجاني. دكتور ريما صارت عم بتطل علينا تقريبا اسبوعيا تنحكي عن موضوع بهم الاهل، عن التربيه، عن التوعيه، عن كثير اشياء ممكن نكون عم نستفيد منها. اليوم رح نحكي عن الانفان ديفيسيل او الولد الصعب يلي بعذب اهله، يلي ما بياكل، يلي ما بيدرس، يلي كتار منا منقول عن جد ابني صعب او بنتي كثير صعبه ما عم بعرف كيف بدي اتعامل معه. اليوم موضوعنا اكيد مهم. اهلا وسهلا فيك دكتور. ريما، شو يعني انفان ديفيسيل؟ مين هو يعني اذا نحدده؟ 100% اول شيء بنبلش انفان ديفيسيل صار عنا اتيكيت، صرنا هلا بنروح عند البسيكولوج لانه جي ان انفان ديفيسيل، صرنا على شوي انه ايه نعرف عنه صار في ان انفان ديفيسيل. بمفهوم البسيكولوجي il n'y a pas un enfant difficile. إذا بدك أخذها من الآخر ما في ولد صعب. شو الصعب؟ في علاقة مش ضابطة بين الأهل والولد. هي تنعملها أن جنرال. هلا منفوت راسي يعني. هلا منفوت أن ديتاي. أن ديتاي شو يعني أن أنفان ديفيسيل؟ أن أنفان ديفيسيل ديجا بور كومونسي هو ولد أكيد شخصيته كثير قوية. ولد عم يعمل ما بده، ولد ما نعرف نحط الرولز إذا بدك من داي 1 من أول ما بلش بمحل قصطوا شوية الأهل، مع غير أولاد ما بتتأثر هالقد، بيقولوا لي مثلا غير أولاد ما بيعملوا. غير اولاد لو قشطوا شوي الاهل بمحلات ما بتاثر، عندهم غير كاركتير. اكيد كاركتير، واذا بدك دون ان سانس هيك انه ديفيسيل، انه ديجا الولد شخصيته قويه كثير صعب تربيه لانه شخصيته قويه يسو كونفير. ما تنسى نحن بلشنا نحكي بحلقاتنا السابقه من عن قلنا من عمر السنتين ببلش الولد يحدد شخصيته. صح. من هذا العمر الصغير ببلش يقول لك نو كوم جو فو، هون زديل عليها الشخصية القوية، هون بتلاقي حالك انت مش قادرة تعملي شيء. بفوت الأهل بديلام، كيف بدي ربي؟ بدي أكسر له هالشخصية أو لا بتركه يعمل على راسه؟ هون الكارثة. هون وقتها تكمل بركة أوقات إنه ما بقى الجلادة بركة، أو إنه خلص يعمل ما بده، أو إنه هون مش حرزان إنه قل له شيء. نوصل لمحل العلاقة تخرب. إذا بدك أكثر شيء بتبلش على 9 ans. الأولاد في الأنفان ديفيسيل هن بريكوس وبيعملوا أمور مسبقة، يعني بيوعوا على بكير، بيكونوا فهمانين على بكير، بس هالعلاقة خربانة. نحن ما تنسى من الأساس بس نوصل على الأدوليسانس بقول له كل التربية مش إنه تنحط على جنب، بنحس حالنا كأنه على جنب عم برجع عيد all over again عن جديد، لأنه بصير عندنا غير شخصية. الأدوليسانس في مشاكلها already، في البيبرتي كل مرة بنرجع من عيدهم. زيد عليهم الأنفان ديفيسيل، هون الأهل عن جد بحسوا حالهم فلتت من إيدي. وإذا بدك المشكلة القوية إنه أنا أعمل أنفان ديفيسيل، أنا بمفهومي نحن بنخلق أنا أنفان ديفيسيل. هيدي العلاقة المزبطة بنخلقها مع الأهل، تخلق كونسبت اسمه أنفان ديفيسيل مثل كل شغلة بالحياة، بس تحطي لها إتيكيت خلص. بتتذكرك قلت لك في هذا الأنفان يلي كل أم كل يوم بتقول له أمه أنت عم تشيطن، أنت مثل الشيطان، أنت ليش شيطان؟ بعدين خلص تقمص الشخصية اللي عم تقول له إياها أمه. يعني كأنه إذا بدك تاخذيها بطريقة المزح، ما أنت عم تقولي لي هيك. فكون الولد مشتريه، بكون الولد عم يعمل أشياء مش عارف حاله شو عم يعمل، أوكي؟ هون الولد بس حس أهله ديباسي، يعني مش قادرين بقى يلقطوا الخبرية، بياخذها فور جرانتد الخبريه وبيستلم اهله عن جد ساعتها، وهونيك بتخرب العلاقه. فاذا بالاساس هي هالعلاقه المتظابطه بلس انه الاهل بحسوا حالهم مش قادرين بقى، بيقولوا فلتت الامور من ايدنا، مش قادرين بقى نضبطها، خلص الولد استلمها واخذها فور جرانتد الخبريه ومشي فيها. فاذا اول شيء بيعملوا الاهل ممنوع الاتيكيت، ممنوع سمي هذا ولد صعب او ولد مش صعب. ولد صعب تربي، انا ولد صعب اكيد بالانكونسيون ما رح يكون عم بقولها اكيد اوفيرتومون، بس إيه اذا انا بقول شو بك انت ما بتسمعني ما بتعمل شو ما بدي، ما بتسمع، انت صعب، انت ما بقدر اتعامل انا وياك، ما بقى اعرف شو بدي احكي، خلص اعطيتيه خلص اخذها. يعني هو ديجا شخصيته قويه وبيعمل براسه، اعطيني اياها هلا على طبق من فضه. ممنوع الاتيكيت. ثاني شيء ممنوع اقول انت المشكله. الأهل ممنوع يقولوا أنت المشكلة، هيدي بتضل تمرق معنا بكذا محل، لأنه برجع بعيد الولد أنا عم علمه. التربية هي خط كونتينيو من 0 ل 16-17 سنة، لأنه بعدين خلص بيتكل على حاله صار عنده كل الكونسبتس اللي لازم يعرفهم. سو التربية هي خط، أنا ابني شو بدي إياه على 16 سنة؟ بدي إياه هذا الولد الخايف المرعوب ما بيطلع صوته، بدي إياه هذا الولد يلي ما بيتهدى، بدي إياه هذا الولد ما في شيء عاجبه، ساعتها بعرف كيف بدي أتصرف هون. إذا بدي إياه هذا الولد اللي خايف ما بيقدر يطلع صوته، ساعتها أنا بكسر له شخصيته هيدي القوية وبعمل أشياء بتطلع من إيدنا.
بدي استفيد من شخصية القوية، لأنه يعني بدي يطلع إنسان عم يتكل على حاله بعدين وقد حاله، بدي أعرف جلسة ولازم ربي. أوكي كيف بربي؟ بربي أول شيء أكيد بالكوميونيكاسيون، يعني أول شيء بدي أقول له هون الصح هون الغلط، بدي أشرح، بدي يكون على السمع. أوكي شو المشاكل بيمرق فيهم الولد؟ إذا بدك هو صغير ما بده يروح على المدرسة، ما بده يأكل، بده يحضر تلفزيون ساعة اللي بده، هون بلش أنا علاقتي معه، إنه أنا أول شيء بدي حسه إنه أنا ماسكه، أنا الخبرية مش فالتة من إيدي، أنا الأهل عم نربيك وبدك تسمع كلمتنا. بنفس الوقت شخصيتك رح تكون قوية. كيف بتكون قوية؟ مثلا ما بدي نام بهذا الوقت، تربية عندك شوى بين A و B، بس أنا شوية أول شيء بدي أحصرهم، مش إنه مثل ما بدك، مش إنه عندك many choices، عندك A و B، والA وال B يكونوا اثنيناتهم أنا عارفة إنه منيح، مش يعني ما بده يكون البي لصالح وأنا عارفة مش منيح بس رح أرضى فيه، لا. So ممنوع عن كومبرومي على ال أبداً. بس شو كنت عم بعمل بهالشغلة؟ بهالشغلة كنت عم أقول أنت كمان إلك كلمتك، عم شاركه بالقرار، لأنه الشخص الولد شخصيته قوية، no way ما في أنا أقول له أنه بكتنام 8 بكتنام 8 إخشي شو بعمل، كسر له راسه، ما بدأ نكسر له راسه. So ما بدي نام 8، بدي نام 8 ونص، أو بدي أسهر، هو بتطلع ما بدي أسهر وما بدي نام بكير، شو بدي نام بكير وبتقوم الأيام. طيب تعرف شو أول مرة نفسر له أنت ونايم هذا السيرفو بده ينمى، وإذا ما نمي ما بيكون في انتليجنس اكسترا، ما قبل أكيد مش رح يقبل، ما بدي وما بدي اكسترا. طيب كثير منيح، ما بدك تنام على 8، فيري جود، عندك شو بين 8 و 8 ونص، أنت نقي، بس 8 في هالكونسيكونس و 8 ونص في هالكونسيكونس. سو أنا بين 8 و 8 ونص ما رح تخرب الدنيا، ما رح يتأثر كثير أشياء. سو شوياتي على قد ما أنا حددتهم بس أنا شاركته وأعطيته الكونسيكونس، هالقد بده يكون نفسي طويل، نفسي طويل على هيدا العمر رح يساعدني انه بعدين قد ما بده يشارعني، لانه الولاد كثير بيشارعوا، رح قادر اضبطها. بس اذا بهيدا العمر فتحت لها بوصل على الادوليسانس ما بقى في اعمل شيء، خلص ما بقى بيرد علي ابدا. سو هيدي اول شغله، الكوميونيكاسيون ما اكسر شخصيه وشوي يكونوا قد ما انا بدي، مش انه خلص فلتين القصه. اوكي عم نوصل اكيد بعدين باعمار اعلى واكيد رح يكون الامور اصعب بين الظهرات بين المجيات بين اكسترا، هون حسب كل عمر كمان بدي اعطي شوى. ما بقى في اتعامل مع اولاد 9 10 سنين كما كنت اتعامل معهم 4 5 سنين، اكيد. سو الاهل هون كمان بدهم يعملوا بروجريسيون، بدهم هن يتطوروا مع اولادهم، ما لازم يقفوا هن بمحل معين اولادهم يكونوا قطعوا عنهم صاروا قدام. اوكي هلا شو مثل ما قلنا الاتيكات شو بتأذي؟ اول شيء مثل ما قلنا بتأذي انه خلص صار هو حملها الهويه، هذا ينال هويه ممنوع. ليه بدي اعطيه هويه؟ ليه انت بتكون افون ديفيسيل بتقول ايه ما انا صغير كنت صبي كثير شيطان او كنت كثير عذب بصير مبسوط فيها، بصير مبسوط فيها او صح. بعدين مثلا اذا بالصف مثلا ما عمل شغله ايه ما اصلا انا فلا عنده يعني تبرير، عنده تبرير يعني انا عم بعطيه بمحل معين يبرر تصرفاته. او مثلا بقول الولد يلي اوقات بيكون ما له جلاد او مش قادر يركز، ايه دغري بنلزقها مثل هلا بحلقات قد ما رح نحكي عن الهيبر اكتيفيتي، ايه ما انا اصلا هيبر اكتيف ما بركز، بكون هو عم يتغمر. سو هيدي الاتيكيت نحن عليها كثير بلبنان لازم نشيلها، يعني صراحه حتى البسيكولوج في محلات وهيدي للاسف بيستفيدوا انه ايه انفون ديفيسيل ويلا شوي نشتغل. برجع بعيد، ما بيخلق ولد انفون ديفيسيل، يعني ما بيخلق بلد ان بالجان تبعيته سيت ان انفون ديفيسيل. طريقة التعامل بين الاهل والولد، في ريلاسيون بين الولد والاهل اللي مش ظابطه يلي مع الوقت عم يزيد الشرخ بيناتهم. سو مشان هيك من الاساس من الاول من عمر السنه سنه ونص وقت ولد يوقف الارض ويقول نو ما بدنا نقبل النو، ما بدنا نقول له ايه مثل ما بدك تكرم عينك ولد صغير ونضحك له، من هالعمر الصغير ما نقول له ليش نو شو في لا tu dois dormir او tu dois passer au bain، لانه بهالعمر بكون هيك ما بدك change la couche نو va prendre le bain non ما في. سو من هذا العمر لا tu dois prendre le bain، لازم تشيل الكوش، ما لازم تضل الكوش اكسترا. بنحكيون وبنفسر لهم وما بقى بنحط اتيكيت انه انفان ديفيسيل. ريما في شيء كتب معينه اكيد هلا الاهل عم يحضرونا بكونوا ناطرين هالجواب، في شيء كتب معينه تكون جيد للاهل مثل ما في عندنا كتب للاولاد تساعدهم ولا هم ذاتهم بكونوا؟ نعم في للاهل. هلا اول شغله انا كثير بنصح، ما قلت قبل بمره ما يفوت انترنت حيلا ما حد، لانه في اشياء غريبه عجيبه مش مضبوطه في صح. هلا انا كثير بوثق ما اذا في اولى في مجال اسمه سيكولوجي
عاملين لها سايت على الانترنت psychology.com كثير حلوه فيه للبروفيشنال وفيها للجراند بوبليك يعني الاهل بتساعدهم حيلا سوجي انا كثير برجع لها psychology.com فوالا دو في الكتب تبع الاولاد لانه صراحه اوقات احنا بنتعلم كتب الاولاد صح 100% كيف هن بيكونوا عم يعطون كيف يتصرف اكسترا يعني في جولييت هودي الادوكاتيف اللي عملتهم دولتو اللي هي بسيكولوج في الباقي السريات بس في سريات ادوكاتيف للاولاد معمولين بار بسيكولوج اوكي تنوصل لتالت بارت يلي هن بمرابو بجيلو اكسترا هن لبسيكولوجي فيلغاريزي من الله أوكي. يعني بور لو غران بوبليك على دي كيستيون هلا احلى كتب انا كنت بعدني عم تابع فيهم هن يلي بقسموا لي كاتيجوري داج بحطوا لي انفان 0 3 اوكي انسويت انفان 3 6 6 9 9 12 اوكي يعني بياخذوا لك انفان جلوبالمون اوكي في عندك هيك جلوبالمون كل الامور يلي بيقطع فيها الولد بكل عمر وفي عندك الكتب سبيسياليزي اذا كان البود تيتو لانه هون من مشاكل الانفان ديفيسيل الانفان ديفيسيل شو سريع يعني البود بصير بعرف العربي كيف نقول ضايج وهيك بتنحير ايه بتنحير فوالا بتنحير انه ما بقى بدي وهون الكارثه كيف بدك تعمل انت شخص كبير اذا بعد رد عليك خربت الدنيا كبر من فل ايه انه كيف شو بعمل تخيلي ولد قاعد خلص صار عجيب من بتنحير انه ما بقى بده يعمل الشغله هيدي البود كثير تيتو العنيد عنيد صح هون العنيد مع شخصيه قويه حلوه بس العنيد على على هيك لانه انا بدي نفس كلمتي عجلت قد ايه بتزعجنا هيدي جاي من احنا وصغار وقلنا كلمتي بدها تمشي هون بتفوتك بمشكله ثانيه كلمتي بدها تمشي ما فينا على عمر 7 8 سنين 10 سنين 12 سنه كلمته ما فيها تمشي بس كلمته فيها تنسمع هون الفرق بسمع شو بده يقول لي بسمع وجهة نظره وفسر له وجهة نظره وبقول له ليش لازم يسمع كلمتي لانه بالنهايه بده يسمع كلمتي اوكي وهون المشكله كبيره وقت الاهل ما الاولاد ما يسمعوا كلمتهم وعفيقه يعني من خلينا نقول اعطي برانتيز من الاشياء اللي بنعيشها مع اصحابنا مع اخواتنا اوقات الاهل بيجوا بده يربوا اخر دقيقه يعني مثل هلا انا بقى بدك هلا تسمع كلمتي بيبقى هو صار له كذا سنه مرتاح ما عنده رولز بالبيت هيك اليوم بده يحط رولز هلا من بعد هالحلقه مثلا في ناس بيقولوا اليوم هلا وقديه الطريقه لازم تكون هينه بس تكون سلسه تهالولد يتقبل لانه اليوم عم فرجيه غياب من اهتمام مش بس وقت لانه في اهل ما بيشتغلوا كل وقت مع اهلهم مع اولادهم بس ما مجرد يربوا مش هيك هون نحكي عن كاليتي مش هيك نحكي عن كاليتي 100% مش هيك رح نشتغل لانه عن جد عم بحكي انه غير انه المرة عن جد تثبت حالها وتشتغل الدومين اللي هي بتحبه كمان الاولاد يعرفوا انه اليوم الام يلي عم تشتغل كمان قادرة تعطيهم مثل الام يلي قاعدة بالبيت ويا ما في امات قاعدين بالبيت ما انه جرد يمكن طبخه ما بيعملوا او ما انه جرد يدرسوا بتحس انه غير حياة فهي قدي مهمة كمان ريما فوالا لانه مثل ما قلت رنا هي كاليتي بالنهاية ونحن انا كتير بشدد عليها في امات بيقعدوا كل نهار بيقفطوا بولادهم يا محلى يعني بيقفطوا مش طيبين يعني مدام بشتغل اريح فوالا فيهم بيشتغلوا وبيجوا هلا كمان هم انتبهنا مش يفوتوا بالكلبابيليتي انا بعيدة عن ابني وبصير ما نعمل لهم الزيادة هيك صح. كمان انتبهنا معود ما في كلبابيليتي فيكي تشتغلي فيكي تعطي مثلا تنقول ترجع على بيتك 6 رح ياخذها للاكستريم مبدئيا اغلب الوظائف تخلص على 5 اذا وظيفة 6 المفروض تكون بالبيت انا من 6 ل 8 ما رح اعمل شيء بدي انسى اذا بدي اطبخ او بدي مسح او بدي مسح الغبره او بدي ضبطي ممنوع من 6 ل 8 انا قاعد مع اولادي بس انا شو صار بالنهار اذا اكلوا اذا لعبوا اذا تسلوا اذا درسوا ايام المدرسه بدي ارجع اشوف لهم الاجنده اشوف لهم درسهم مش ارجع ادرسهم بده يكونوا خالصين هذا كمان موضوع ثاني نحكي عن قصه الدرس كيف ايه كيف الدرس كيف ما نتابع الدرس مع الاولاد كيف يتكلوا على حالهم يعني بكره بصا انا عمري 14 سنه ما بيدرس اذا قاعد حده ايه بس على 4 سنين شو كنت عم تعمل ليه بدك تقعد حده او على 6 سنين من هون كمان بدنا نبلش أوكي. فاذا بدي احكي صار شي معك اليوم يلعبوا شوي تحكي باشياء بتهمه انا ابني ترازن هوسه الفوتبول بحكي فوتبول مين اللعيبه وباي ماتشات وين ايمتى الماتش رح يصير ومين في ومين نقل اللعيب للعيب لك قديش يعني انا انفام وقديش بفوت بهيدي الامور انه هاللعيب راح على غير فريق وهيك صاروا هالقد دفعوا له شوفي قديه بيبقى عم بيكون انفولف بالاشياء اللي هو قديه بيكون عم يحكي ومبسوط ايه. مش انه انا بسال اي ما بيحكيني لان مدام شو بتسالي امور بخصه فيها ايه. ما بحبها اكيد ايه. بيطبقوا منك رجع بهذا العمر بكون ما له جلابه اذا بتسالي سؤالين بدي اخلقه بقى كيف اذا شيء ما بحبه سو هل قد هون كلهم بفوتوا بهالقفا ايه هون ابني ما بيحكيني ما بيتعاطى معي صعيب ما بعرف اتعامل معه
هالقد هيني عن جد هالقد هيني. أو بيقولوا للعالم إنه لما أنت يا كتير بوزيتيف يا كتير بتهيني الأمور. إيه عن جد أنا بقولها هالقد هيني لأنه في أمور بسيطة نقدر نعملها أوقات ما بننتبه لها. وهون بشدد هذا فوت أنتر بارانتيز، أنا بقول كل الأهل بحبوا أولادهم، كل الأهل أكيد عدا الأهل أكيد يكون عندهم ملادي يكون عندهم غير طرق ما رح نحكي عنهم أبدا هودي، بس كل الأهل بحبوا أولادهم، بس ما بيعرفوا أوقات الميتود بتختلف أوقات الطريقة. أنا بقول لسون دي باسي ما عم يعرفوا شو عم يعملوا، مش هيك مش غلط نسأل مثل أكيد حدا بروفيسوري، مش هسأل الجارة، أوقات الجارة ما رح تفيدني كتير، وطريقتها مع ابنها يمكن ما تفيد ابني 100%. سو بدي أسأل، بدي أقرأ، بدي روح أشوف إنه شو معقول أعمل، بدي أحكي معه بالأول. شو كان وقت قلتيلي إنه قد بيبقى مير السنين وبجي فجأة هلأ بدي ربي، هي كمان بقولها never too late، ما في شيء تأخرنا عليه، بس هو بدي غير الطريقة. أنا مش معقولة أمسك ابني 13 سنة اللي مدري قديه ما عم بحكيه مثلا، إجي هلأ بدي طبق روز، هلأ بدي أقعد أول شيء أعمل أحكي أنا وياه شو بيزعجك؟ مش عيب إذا سألته شو بيزعجك؟ أنا بطريقتي بتربيتك شو بيزعجك؟ أنا شو وقت أعمل شيء أي إشي بعملها بزعجك فيها؟ وأنا كمان بدي أقله بنفس الوقت، بس ولا مرة حطه هو أون كيستيون، كانت هيدي فكرتي بالأنفون ديفيسيل على طول. هو ابني ما بيسمع، ابني صعب، ما عم بفهمه، مش إنه أنا طريقتي مني غلط، لا ولا ممنوع أقوله، لأنه يفا كمان قلت حشرته لقاله خلص حجمته، وعن جد هم بحس حاله فرستي لأنه عن جد الوقت كون مش عارف حاله عن جد بعمر 13. كلنا أدوليسان، كنا فاتحين حالنا ملكين الدنيا ونحن اللي بنفهم، ما حدا بيفهم قدنا، كلنا مرقنا فيها. ليه الأهل بينسوا بس يكبر أنهم كانوا بهالمحال؟ وعن جد كنا نقول، كنت أقول مثلا أهلنا بيفهمونا شو بهون، أنا هيك معي حق، وبعد 10 سنين قلت عن جد كان معي حق مام هون وقت قالت لي، وعن جد رح نرجع لها. بس بدل ما نكون متسلطين عليهم خلينا نفهمون، بنرجع نحن للأدوليسانس تبعيتنا وكيف كنا نفكر، لأنه عن جد الأولاد ما بيعرفوا. سو عن جد لازم قول مام تعرف بالضبط تبقى العلاقة بيناتنا، مش أنت مدري شو بيك باب بتعرف ما بقدر احكي انا وياك، ما بعرف شو عم بيصير، حتى نلاقي حل. وحتى اذا وصلوا انه بيروحوا عند بسيكولوج لانه الضابطه بقى الامور، تعال روح انا وياك نشوف شوين وين شو وين صاير المشكله، شوين المشكله، ليه مش قادرين بقى نتصرف، ليه مش قادرين بقى نحكي. اكيد كنا بنكون صرنا بالادوليسانس، وحتى فينا انف ليزون نعملها، لانه هالايام في عنا اولاد صعبين من هذا العمر. اوكي، فاذا هي بالاجمال رنا طريقة عيش، طريقة تفكير، طريقة معاملة، هي بتوصل يصير في عندي ولد صايد. مش هيك. على بعض هو بيكون عنده أنسيو كاركتير، ست بيرسوناليتي، إكسترا. مش هيك ريما، يمكن لازم يعني نحن مثلا خلينا نقول لكل المشاهدين انه بيقولوا انه ريما هين عندها يمكن، بس ريما مجوزه وعندها ولدين وحط 13 وزوجها قد ايه؟ سنتين. يعني مش انه عم تحكي عم تتفلسف علينا، بالعكس عم تحكي من خبرتها مع اولادها، وهذا اللي لازم نستفيد منه اليوم. ونرجع نقول انه مش غلط انه نفوت على ويب سايتات محدده، مش غلط انه نشتري كتب للاولاد، نحن نتعلم منهم ونحن نعرف كيف نتعامل معهم وباي طريقه نوصل لهم، لانه عن جد مثل الحلقات السابقة يلي حكيناها ويلي رح تجي نقل الراد، نحن عن جد حاملين وزنة من ايدينا، عن جد عنا رسالة كأهل، مش هيك انتبهوا منيح على ولادكم. ما حدا منا خلق معلم وبيعرف يترقى يربي ولاده، يمكن نحن ننتقد طريقة أهلنا، بس صرنا أهالي صرنا نعرف قيمتهم أكتر ونقول بدنا نعمل زيت الطريقة، بس بيسوى أنه نحن نساعد حالنا بكتب، بويب سايتات، بمجلات ممكن تكون عم تجاوب على أسئلتنا، ونكون عم نوصل على الطريقة اللي لازم نوصلها لأولادنا حتى يكونوا أصحابنا. يعني مش جايين نربيهم ولا نكسر لهم راسهم ولا نفرض عليهم الأشياء، بالعكس هودي يعني رفيقنا بالحياة، بس دورنا أكبر معهم من غير ناس. اهلا وسهلا فيك دكتور ريما، يعني لا يمل الحديث معك، عن جد حلقاتنا كثير حلوه وبعتقد انه عم تاخذ صدى كثير كبير، لانه الاهل عم ينبسطوا. وان شاء الله بكره الله راد اذا حدا عنده اي سؤال او اي موضوع على باله هيك نركز عليه بصوت عالي، فيكم تتواصلوا معنا عبر الفيسبوك بيج الصدى تي في، تبعتوا لنا انبوكس اي موضوع على بالكم نطرحه، اكيد ما بنسمي الاسامي ولا حدا بينحرج، ما تعتبروا هم. وفيكم تحكوا لي معنا على الرقم
03-711-854. اوكي، على هالارقام اللي كان فيكم تتواصلوا معك. شكرا لكل اللي تابعونا لليوم. ريما ميرسي. الحلقه الجايه اكيد موضوع جديد وبهم الاهل والولاد كمان، ومنوعدهم قبل المدارس رح يكون عنا كمان سلسله حلقات خاصه بهالموضوع. بشكر باخر الحلقه فولا بيوتي لاونج، وبشكر هارز بلو هالمحلات الاليسيه اللي مكمله بالسيل، فيكم تستفيدوا من الثياب اللي كثير حلوه عندهم. بشكر كل يلي تابعونا. الى اللقاء.